الكيان الصهيوني جزر فارواو يعني وين في التصفيات القاره الاوروبيه المؤهله لكاس العالم وين الكيان الصهيوني وين يفوز بثلاث اهداف لهدفين بعد ما كان فائز في الشوط الاول بهدف لصفر يعني كيفاش كانت المباراه في هذه الجوله العاشره وين موناس دابور الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه 30 شان شون يعني وينسمان الذي سجل في الشوط الثاني في الدقيقه 58 شان كيفاش كانت المباراه نقولوا باللي مباراه شان كيفاش سلوفي نقولوا باللي اللي قلص النتيجه يعني في الدقيقه 62 شان تعديل كليمونت يعني من جانب جزر فراهو في الدقيقه 72 لكن دوارا بيريتاز اللي سجل الهدف الثالث هدف الفوز لصالح الكياس الصهيوني في الدقيقه 74 بعد ما عدلوا عليهم النتيجه لكن شاهدنا كيفاش وين الكياس الصهيوني منتخب الكياس الصهيوني وين عرف كيفاش يعود ويفوز في الاخير بثلاث اهداف لهدفين وين شاهدنا اولفير يعني وين شاهدنا اولفير في الحراسه الي شاهدنا حاتم حميد شاهدنا اوريال نيرا بيتون يعني دوارا بيريتاز يعني شان مانور شان شون شان صوف موناس يعني اسمه تاع ولد عمي جزر وين شان المنتخب جزر يعني غونير يعني في الحراسه اودمير شان كيفاش سوني شان بيناردور شان كيفاش ريني جوكوب جون شان هالور سلوفي يعني وين نقولوا بلي وين هذا المنتخب وين حاول يعني بعد ما كان منهزم بهدفين لصفر شان كيفاش سلوفي الذي قلص النتيجه كليمونات اللي عدل النتيجه في الدقيقه 72 شان دوارا بريني تيز اضاف الهدف الثالث في الدقيقه 74 يعني نقولوا بلي مباراه كانت متكافئه في اللعب مباراه اللي كانت متكافئه الا شان القوه والعزيمه من المنتخب الكيان الصهيوني اللي عرف كيفاش يسجل يعني عرف كيفاش يسجل في الاخير وين يحافظ على المكسب اللي سجله في الدقيقه 74 وشان كيفاش المباراه اللي كانت قويه امام جزر يعني وين حاولوا تعديل النتيجه لولا التسرع خاصه من جانب جانب اللي دخلوا في الشوط الثاني يعني جينسون اللي دخل الدقيقه 88 كليمونت اللي دخل يعني شان بيتور اللي دخل الدقيقه 80 تريرونت اللي دخل الدقيقه 70 وين ضيعوا اهداف يعني اهداف كانت يمكن كانت تكون في صالحهم. هذه هي الجوله العاشره كيان صهيوني ثلاث اهداف جزر فروا الهدفين في تصفيات القاره الاوروبيه المؤهله لكاس العالم.